السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. Üçüncü sıra qəbirdə biriləşək. معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bilu həm tanı. هو محمد بن عبد الله. Ul istratus. Ul اسم محمد حمد يس عبد الله ينتسب الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام هم ابراهيم عليه السلام من كمنه تطاشا له من العمر 63 سنه 63 يل يشغ 40 قبل النبوه هم 40 يشنا حقيقيندا هو شوشه وحي خلق 23 نبيا ورسولا هم 23 يليندا هو پیغمبر هم رسول بو هو نبي ورسول قول پیغمبر هم رسول أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق هم إن برنش آياتنا پیغمبر بلغان قول علق سورة سنة اقرأ باسم ربك الذي خلق نعم آيات بلان قول پیغمبر بلغان ولد بمكة هم مكة طوان وهاجر إلى المدينة هم نصيند مدينة هجرت قلان وتوفي بالمدينة عليه الصلاة والسلام أشواء مدينة ذو وفد قلان والنبي صلى الله عليه وسلم مات يموت كما يموت الخلق هم پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده شلوه باش باكش در اوليان كبه قول ده اوليان إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب فقط هم پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده عرب لر شنو نجيب لا بعث إلى الثقلين الجن والإنس همو جنر قده هم كشدر قده جيبر لنا ما معنى هذا؟ هم نرسى ديگن سوز بو أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هر بر كشغي في عمر صلى الله عليه وسلم دعوات يرشسة ولم يؤمن به اگر دعنا عنده شانمسا كفر كفرا أكبر هم عنده بو زور كفر لك تشكن بو يهودي نصراني مجوسي ملحد هم عنده الاتيس ماول نصارى ماول يهود ماول مجوسي ماول إلى ماذا يدعو عليه الصلاة والسلام هم نرسى شاخرغان يدعو للتوحيد والتوحيد كشاخرغان وينذر عن الشرك هم شركتان كيسدكن لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر بتبليغه إلا وبلغ عليه الصلاة والسلام هم پیغمبر صلی الله علیه و آله بر نرسنه دایند، قلدرمان یشرب برلق نرسنه ده یرشترگان جیتکرگان. لا يمكن أن نبتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم. هم بز پیغمبر صلی الله علیه و آله دینده یعنی کرترگان تیش تو قلبز. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. هم اینده قل هم یالغان نمی هم اینده عبادت قل نمی.